المهم نرجع إلى تاريخ الزوية. تاريخ الزوية قديما هي لماذا سميت الزوية؟ أي والله الزوية سميت بهذا الاسم لانزوائها ما بين جبل مكحول ونهر دجلة. يا الله، يعني على اليمين جبل مكحول من تنزل، وعلى اليسار محيط بها من كل الجهات، من الجنوب إلى الغرب إلى الشمال إلى الشرق. يا سلام. بس المنطقة الغربية من جبل، المناطق البقية كلها مي، دجلة ومصب الزاب. نعم. مقابلنا ناحية الزاب أيضا، جنوبنا المسحق صاير، فلهذا السبب سميت بالزوية لانزوائها في هذا المكان غير مكشوف على شلون تقول على الجزيرة أو على الحويجة، ما مكشوف. الزوية طبعا تاريخ سكنها قديم، لأن أهلنا أول ما انزحوا من سوريا بحدود 1831 انزحوا وين جوا؟ باتجاه بغداد مع نهر الفرات على الكرادة. طبعا حسب ما يذكرون المؤرخين بأن كان صراع على ولاية بغداد بين محمد علي محمد باشا وبين علي باشا. فهذا الصراع كل من يقول أني أصير والي على بغداد، هذا بالدور العثماني. العثماني. فطلب محمد باشا، طلب من عشيرة البونجاد آنذاك بأن تنضم له، حتى قالهم إذا انتصرنا وأخذنا ولاية بغداد ممكن نعطيكم أراضي زراعية لأنتوا فلاليح وتربون الماشية وتهتمون بحلالكم. ففعلا انتصر وأخذ ولاية بغداد على أثرها، ووزع لهم أراضي وعملوا كرود على في منطقة الكرادة حاليا. لماذا سميت الكرادة؟ لأن بها كرود الأجبور الأول ما جوا من سوريا هناك. بعدين وراء فترة بدت عملية نزوح، يعني تباع الناس وراء ناس إلى جنبور، إلى منطقة العظيم باتجاه الحويجة. طبعا بعد سنين، هاي مراحل مو يعني بيوم ويومين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة، صح. فبقوا يعني ينزحون إلى أن وصلوا إلى مناطق أربيل، افتروا عزاب. بعدين وراء حوالي 30 أو 40 سنة اسكنوا منطقة الجرناف اللي حاليا بها عشيرة العبدان وعشيرة المصطفى والحورية، تسمت حورية لكون الحوري أول من سكنها، وسميت على اسم الحوري أو تيمنا باسم حوري. الحورية اللي حاليا ساكنين بها قوم زويد الهيب. يا سلام. بعدين بدت تدري الناس كثرت، يعني تكاثر سكاني وانفجار سكاني، وبدت الناس هم بها صراعات على الزعامات وعلى كذا. فقسم الشرقاط، قسم منهم انزحوا على الشرقاط، القسم الآخر اللي هم محمد الحوري وين انزحوا؟ انزحوا للزوية. يا الله. تقريبا نهاية القرن التاسع عشر صار النزوح مال الزوية. نعم. وأول ما سكنوا الزوية طبعا هم أهلنا كل محمد الحوري والمعاهم، مو بس الحوري يعني حتى معاهم إنه الله أكيد من مختلف العشائر. نعم. نهاية التاسع عشر. لا نهاية التاسع عشر. لا نهاية التاسع عشر. يعني بال 1895 97 1880 يعني بعد الحدود. نعم. لأن أنا سألت والدي الله يرحمه اللي هو مواليد 1887، شفت الجنسية ماله. ما شاء الله. قلت له إمتى جيتوا على الزوية؟ قال يابا أنا يعني عمري بحدود العشر سنوات جينا على الزوية، وبقينا وراء فترة قال صار نزوح آخر، رجعنا لديرتنا للشرقاط، وبعدين ردينا رجعنا للزوية بحدود 1899 97 1900. فبدوا من ذاك التاريخ سكنوا الزوية وأسسوا، وبدت الزوية حياتها اللي هي موجودة حاليا.